شكرا لكل من يساعد على جبران واصلا تطوعي. اسمك يا حبيبي؟ جيني. ها؟ تصفيق الجنة. زوري عفية عفية يا ماما. واي شو اسمك انتي؟ زوري. ها؟ زوري انت ايش عاد تقرين؟ ايش ها؟ ايش بك؟ تقرين زين ايش عندك؟ عفية عفية نور حياتك للعراق واضرب القلفات ما تريد الزرع. بدر الدوري يحيك للرجال وانك راعي السواد المنطبع. انت رجال حبيبة الله الموصل العذراء الرسل والأنبياء وصوا عليها أم نبي يونس. هاي من الجرى يبكي النبي الله من الجرى يبكي النبي الله. عندنا هدايا وسفرات وروحات وما حد يطلعون لنا ما ياخذ هدية. راح ننطينه يروح الدجلة سيتي يتونس بكيفه. خش هديته يفوت الدجلة سيتي ايش ما يريد يلعب بكيفه. صفقوا له. الباب دور عمشي دور صح صح يا باب تقول يا الله. طبعا نشكر فريق نينا وآلن على هاي المبادرة اللي قاموا بها. أطفال الموصل محتاجين هاي المبادرة لأن أطفال الموصل تعبوا من مناظر الحرب والدمار اللي شافوها أصوات الرصاص دوين انفجارات. الأطفال تعبوا فمحتاجين لهاي المساهمات ونشكر كل من قام بهذا العمل ويا رب إن شاء الله الموصل دوم بخير. شنو شعورك بهاي المناسبة؟ فريق نينا وأولا يا أنصار في فولي هاشا وانتم حق كل عام وانتم بخير وعليه ان شاء الله تكون سنة خير علينا. واشبك المنقام باي المهرجان الطفولة شيء تغيير جديد يعني يسعد الأطفال بعد ما كانوا بالوضع كنا فيه الحمد لله وشوية تغيير وانه يدل ان الموصل بخير وهسته حاليا وبفضل الجيش وبفضل القوات الأمنية وانه الحمد لله رجع الوضع ما يعني هو شعوري اكيد جيد على الاقل هالاطفال هاي تطلع من اللي كانوا بين والله يعينهم يعني والله انا عني كنت بدهم انا واطفالي كنا بدهم بس من صار التحرير رجعنا على بيوتنا والله يعم الامن والامان. طبعا الاطفال كلش فرحانين ونشكركم على هاي المبادره الحلوه واسعدتوا الاطفال وكلش حلوه مبادره كلش حلوه. والله هو يعني شيء جيد بالنسبه للاطفال لان مروا فترة عصيبة ويعني مكمودين الأطفال كانوا هسه فرحة وعيد وإن شاء الله لكل أطفال العراق. طبعا المبادرة كلش حلوة نتمنى دائما يكرروها يعني كان ناقص الأطفال فرحة العيد كملوا عليهم بارك الله بهم يعني كلش تنظيم حلو وفكرة كلش حلوة.
نحن اليوم في متنزع حي النور او حي الحدباء لحضور مهرجان بيخص الطفوله والاطفال. هذه الفعاليات تاتي ان شاء الله بعد تحرير موسى تحرير نينوى لرفد المواطنين بالمعنويات والدعم المعنوي اللي كانوا يحتاجوه، لان الفتره اللي مضت بالموصل افتقدت الى كل هذه الامور. ان شاء الله سيكون لنا كلام اخر في الايام القادمه.